زي مباشرة مقدم داك النهار راه اللايف راك مباشرة هادي شوف عبيدات الرماء ولاد القرن عمالات بقيه بن صالح الرئيس هاد المدني رئيس ربعة الجمعيات مرحبا جمعية بني وكيل جمعية دراج محمد جمعية ناسم سعيد رئيس ربعة الجمعيات أحمد إيطالي ملاقم برويشان مرحبا عمالات بقيه بن صالح كنحيي الجمهور دخل الوطن وخارج الوطن كنحيي هذا القور ديال ولاد بران كنخدم فيه كل عام هذا كيتسمى قور ديال ولاد ابراهيم ثمانيات الوثاقات ثمانيات دواور الوثاقات من راس للراس ثمانيات دواور اللي كاينين هنا تيديروا القور كيتسبقوا منهم الناس هما شيوخ راهم فينا شيوخ زيد عاد زيد عاد ولاد ابراهيم الشيوخ ديال الماء هادو الشيوخ ديال ولاد ابراهيم كنديرو القور هادو اللي كيتبنى عليهم القور وعندهم جمعيه وعندهم شيخ شيوخ ثمانيه مقادم ثمانيه شيوخ وزايدين عليهم شيخ اخر راكم دايزين باللايف مباشر مع الاذاعه الله يداويكم امين هاد الناس هادو هما اللي كيتبنى عليهم القور هو هذا كيتبنى القور ديال ولاد ابراهيم هما اللي كينظموا هاد الموسم الله يجعلوه فرح دايم لا يجعلوا موسم دايم امين منهم الله حتى واحد ما يتدمى امين الله يحفظك امين الله يداويك امين الله يشافيك الله يخنتك في الجام اللي باقى لك خير دعوه استر الله وتبارك الله عليك ولعينينا في الواتساب الله يزادك بخير مرحبا مقدم الإخوة الكرام نحن في اللحظات الأخيرة من موسم ولاد إبراهيم ريت بوريدا على سلامة جميع خيالة على سلامة جميع الزوار اللي جاوا عندنا من جميع المدن المجاورة لدار وتزيدوح جميع الجماعات السلامة دازت الأمور بخير وعلى خير يخليكم مع عبيدات الرماء Hey!
Thank you.
بالنسبه للناس كيسولوا الموسم، الموسم سالا، نتمنوا ان شاء الله ان يكون عجبكم اللايف اللي درنا لكم خلال 3 ايام ديال الموسم. إذن تبدأ إما مع بيضات رمى مجموعة القرن. إذن اللحظات الأخيرة من موسم ولاد إبراهيم. بالنسبة للناس اللي سولوا شباعي الخيل، لا الخيل ما بقاوش، موسم سالا البارح. يعني إحنا دابا مع بيضات رمى. العام الجاي مرحبا بكم في الموسم ديالكم، موسم ولاد ابراهيم. شكرا اخويا عبد الغني، مرحبا. حال ديال الشتا ولكن ما كايناش الشتا. اخوان واحد الكلمه ديال الشكر لهذا الرمال اللي جاونا من ولاد القرن، مرحبا بهم. الموسم ديال ولاد ابراهيم كانت النهايه ديالو البارح مساء. على سلامه الجميع، على سلامه جميع الركاب، على سلامه الناس اللي جاو عندنا. الحمد لله داز بخير وعلى خير، لله الحمد والشكر، دون اصابات، دون انفلاتات امنيه، دون تسجيل اي حاله ديال شي سرقه ولا شي اعتداء. الحمد لله والشكر لله، الشيء اللي كنا بغينا. مرحبا اجي واحد
أجي بنتي أجي مروة شكرا اختي حليمة شكرا يا دي ابو احمد السلامة حمزة كده لا الخيط سلام البارح اخويا اخر يوم هو كان البارح ثلاث ايام الله يجعل شي بركه الخميس والجمعه والسبت الموسم سلا البارح اليوم حنا مع الرمان في القور ديال ولاد ابراهيم يعني بعد قليل وغادي يساليو آخر يوم في مصر عليكم السلام مرحبا اختي ورده مرحبا هذا هو الهدف ديالنا اننا نقربكم من موسم التوريد ديالكم موسم ولاد ابراهيم مرحبا بكم على صفحتكم دار وتزيدوا نيوز
اللي حاولنا قدر الامكان اننا نقربوكم من الموسم ونقربوكم من الاجواء اللي كتعيشها البلده ديالنا خلال هذا الموسم اللي ورثناه ابا عن جد. هذا الموسم العريق ديال ولاد ابراهيم داروت زيدو حنيوز داروت زيدو حنيوز بالعربية فيسبوك الله يحفظ خويا سبعين مرحبا المقدم ديال بابزا بخير لاباس عليك بخير لاباس عليك لاباس لا حول بخير الحمد لله الله يسلمك بخير الله يحفظك الله يحفظك المقدم بارك الله فيك الله يحفظك الله يحفظك المقدم بارك الله فيك الله يحفظك هذا مصطفى وابويا
يا دماغ يا ميدي يا عباس وبيدوك الناس يا ميدي يا عباس والناس والناس يا ميدي كم قمت يا قطايا حبط يا ميدي أمي يا عمي ما تخسناك يا ميدي ومدي يا حنى قسمك البناء يا ميدي ما خايلك مستان عاكيني بوس يا ميدي أتدري يا شبت عبيدك كاميرا وريعة شاي ويراو شدوهم بجوز وشار بين الروجة عبادك بجوزة ثلاث مسدودات منك لهم والله يهديهم يا قاب دار نقلبا داري صوار ترغدا بالهار يا وريد يا وريد حيدون بريد مرحبا خويا جواد، مرحبا اختي سناء، تحية لجميع ساكنة الدار وزيدوه داخل المهجر، داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن كذلك. مرحبا بكم في موسم ديالكم، موسم ولاد إبراهيم التبوريدة. كنتم حوالي 100,000 متفرج معنا خلال 3 أيام من موسم ولاد إبراهيم. كنشكركم وكنقدم لكم الشكر الجزيل من موسم ولاد إبراهيم، شكرا على المشاهدة ديالكم. يعني واخا كنضربوا تمارا واخا كنتكرفصوا، ولكن من أجلكم ما يهمش، يعني من أجل الناس اللي بعاد على ساكنة الدار وزيدوه ماشي مشكل. الله البارح ما قديت نجي حق الله العظيم. ما مزيناش كاع تنضرب، مزيت انا كاع ما شفتش كدير تنضرب، ما شفت لا حيلة والو. علاه؟ خاصك تروح دير بارود. خدامة. نهار 3 نهار ديال الموسم وانا خدامة انا، تنضرب كل يوم. دازت الطعام مزيان؟ مزيان. ياسر. عملنا في العقاد نهار الخميس بالليل، جيت مع واحد صاحبي انا. اجا ولدي، اجا ولدي، اجي مرحبا اختي خديجة، خويا طارق مرحبا. إذن شكرا، شكرا لكم خوتي المشاهدة، ونضربوا لكم موعد لاحق إن شاء الله العام الجاي لبقى العمر. مرحبا بكم.
بكم في الموسم ان شاء الله. شكرا لكم، الى اللقاء، تهلاو ليا فراسكم.